يا صباح الخير والسعادة والجمال على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظة منها. صباح الفل عليك. صباح البرد بس الجو جميل في نفس الوقت للناس اللي بتحب الشتاء. فعلا احنا مستمتعين ان انا وكريم بنحب الشتاء، بس طبعا بالنسبه للناس اللي بتكره الشتاء اكيد الجو دلوقتي سيء جدا بالنسبه لهم. بس على العموم ان شاء الله كده الكام يوم دول يعدوا على خير ومحدش يصاب يعني دور برد، ان الواحد فعلا ما بقاش عارف الفرق بينه وبين اي فيروس تاني. انت خدتي بالك من رياكشنات الزملاء اول ما دخلت عليكي الصبح؟ انا دخلت على يعني على الهواند في الاستوديو هنا، فكانت هي واقفه محاطه بشرذمه من الزملاء، فبقول لها الجو بره عبقري يا الهواند، قالت لي تحفه. انا بقى خدت بالي من الرياكشنات، كل الناس بتبص لنا والله العظيم احنا مش طبيعيين، مش متزنين نفسيا. وبعدين ايه، في الاول افتكروا ان احنا بنهزر، بس لقوا ان احنا يعني نقصد اللي بنقوله فعلا. صباح الفل والخير على حضراتكم مره ثانيه، وخلينا بقى زي ما متعودين انا وكريم نبدا وننوه عن الفقرات. اكيد لازم هنتكلم عن ماتش النهارده، وهنتكلم عن كمان ملفات مختلفه. هيكون معانا في الفقره الاولى كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. الفقره الثانيه فقره في غايه الاهميه، وتحديدا في الفتره اللي احنا فيها نتكلم فيها عن دور الفيتامينات في تعزيز هنا صحه المراه. تكون منورانا دكتوره دينا ابو السعود، هيكون لقاء اعتقد في غايه الاهميه. على كل حال اخبارنا كثيره جدا، والنهارده بقى اليوم المنتظر، ربنا ان شاء الله كده يعديها فعلا على خير. اللهم امين، دي دعوات كل المصريين الحقيقه بتنصب على هذا الهدف السامي. ولكن اسمحوا لنا في البدايه بس قبل ما ندخل مع حضراتكم في تفاصيل حلقتنا النهارده، عايزين طبعا نتوجه بخالص تعازينا لاسره الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق الذي وفاته المنيه. احنا بنتكلم على واحد من اهم اعمده الصحافه المصريه، طبعا كان رئيس تحرير ثم رئيس مجلس اداره الاخبار، ومن الشخصيات المحترمه جدا الحقيقه. للاسف الشديد احنا كل يوم والتاني او كل فتره والتانيه لازم نبتدي معاكم حلقتنا بان احنا بنعزي في حد معين، حد من القامات سواء الصحفيه او الفنيه. بس يعني هذا هو حال الدنيا، البقاء لله وخالص تعزينا لاسرته ولكل قراء. استاذ ياسر الله يرحمه كان من الشخصيات المحترمه، ويمكن اتقابلنا في كتير من اللقاءات قبل كده في برامج يعني سابقه. وبرده سبب الوفاه كما تم الاعلان هو ازمه اثر يعني ازمه قلبيه، الله يرحمه ويصبر اهله يا رب. امين يا رب. طيب ندخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل حلقتنا النهارده، وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين خلاص كلها ساعات قليله جدا، وتدخل كرة القدم المصرية اختبار صعب، ممكن كمان مش مجرد يكون صعب، ممكن يكون هو الأصعب في آخر كام سنة، باعتبار أن المنافس فعلا قوي جدا ومصنف كواحد من أهم وأقوى فرق القارة. حتى لو كان تصنيفه خارج الخمسة الأوائل حاليا، لكن بيظل اسمه كبير وتاريخه كبير. طبعا بنتكلم على منتخب الأفيال الإيفواري اللي عنده ميعاد النهارده بقى مع الفراعنه في ختام منافسات الدور الثمن النهائي من كاس الامم الافريقيه. طبعا منتخبنا تاهل بعد ما حل في المركز الثاني في مجموعته، في حين ان منتخب كوت ديفوار تاهل بعد ما تصدر مجموعته بسبع نقاط، اخرها طبعا بعد ما اكتسح منتخب الجزائر بثلاثيه. المواجهه ما فيش شك هتكون قويه جدا وصعبه جدا للطرفين، والحقيقه هي واخده كل الاهتمام الاعلامي في مصر وكمان في المنطقه الافريقيه والعربيه، وده لان مواجهات الفريقين دايما يعني ومش بس السنه دي دايما بيبقى لها توابع كتيره جدا. وعلى فكره احنا بشكل عام المفروض ان احنا حظوظنا كبيره عليهم لان التاريخ بيقول كده، لكن طبعا كره القدم لا تعترف بالماضي، ويبقى دائما الحاضر هو صاحب الكلمه العليا. الحاضر بيقول ان مصر مدعومه بالنجم العالمي محمد صلاح اسطوره ليفربول، وطبعا المرشح الاول لجائزه الحذاء الذهبي في البريمير ليج، وطبعا معاه الحارس المتالق محمد الشناوي وكل كتيبه الفراعنه. كمان الحاضر بيقول ان المنافس هو كمان عنده بدل النجم اثنين وثلاثة واربعة، طبعا ابرزهم مهاجم اياكس الهولندي وهداف دوري ابطال اوروبا سيباستيان هلير. وبرضه نرجع ونقول نقدر نكسب ونقدر نفرح الجماهير المصرية في كل حتة في مصر وبره مصر. وخلينا بقى نرجع لايام زمان الحلوة لما كانت الانتصارات والفرحة دايما بتكون هي النهاية شبه الحتمية في معظم لقاءات منتخبنا ضد اي منافس، فنتمنى الايام الحلوه دي ترجع تاني. انا بتفق معاك، ايام اعتقد احنا نستحق ان هي تتعاد مره ثانيه، وفي نفس الوقت احنا يمكن زمان كان عندنا ثقه اكبر، حتى لو كان في ماتشات بنلعبها مش يعني مش بالاداء او مش بالنتيجه المرجوه، بس احنا كنا دايما واثقين ان الموضوع هيتقلب وهيبقى لصالحنا، وده كان فعلا بيحصل على ارض الواقع، فاحنا نتمنى ده يرجع مره ثانيه. على كل
كل حال يعني برضو النهاردة كان في زي كده أمال كتيرة جدا على السوشيال ميديا تحديدا. أنا بحب أتابع كده ردود الأفعال. لا خليني أنقل لحضراتكم الصورة، في إيجابية شديدة جدا، ناس كتير جدا يعني شايفة إن إحنا الفترة دي لازم نكون داعمين ولازم نكون متفائلين. ويمكن ده اللي عكسه تصريحات محمد صلاح كمان لو حضراتكم تابعت، هو طالب فيها الجماهير يعني بالوقوف خلف منتخبهم الوطني وعدم التعامل مع اللاعبين. فكرة هنا بقى من باب انتماءات يعني اللاعبين للأندية، دي نقطة في غاية الأهمية على فكرة. أنت بتتكلم عن مصر، فما فيش حاجة اسمها بقى عشان ده لاعب ينتمي النادي أنا ما بشجعوش فأنا ببتدي أتعامل معاه بانتقادات وغيره. لا، كلنا بنلعب تحت اسم المنتخب، ده أكبر من جميع اللاعبين، هو ده اللي قاله محمد صلاح، وهو قال أكبر حتى من صلاح نفسه. الكلام ده كان إمتى؟ كان في المؤتمر الصحفي اللي كان بالأمس، اللي أكد فيه إن جميع اللاعبين متحمسين وعندهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز للكرة المصرية، وقال كمان يجب أن يشعروا بأن جماهيرهم بتدعمهم في كل الأوقات. ودعا في نهاية كلامه أن ياريت الجميع في الاستوديوهات كمان التحليلية تأجل تحليل الأداء لكل لاعب لبعد البطولة ومناقشتها في الوقت المناسب. دي نقطة أعتقد برضو مهمة مش وحشة، لأن خلي بالك كل حاجة بتوصل يا كريم. صحيح. يعني برضو صحيح. أي جملة حلوة أو وحشة هتلاقي وصلت للاعب حتى لو هو مش متابع للسوشيال ميديا، هتلاقي أن هي برضو بشكل أو بآخر وصلت له. صحيح. خلينا برضو نروح يعني شق آخر، هو حرص صلاح وكراش أن هم يقدموا يعني العزاء طبعا للشعب الكاميروني على ضحايا حادث التدافع اللي احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيه قبل كده. ويمكن برضو لحد دلوقتي صدى موجود على الارض، لان فيه كان مصر على تقريبا اكتر من 8 اشخاص، فالموضوع عارف زي ما يتقال كده مش وقته يعني طبعًا. مش الوقت المناسب، مفيش وقت مناسب لده، بس تحديدا الفتره دي كمان كان المفروض يكون فيه اهتمام اكتر او تركيز اكتر ان ما فيش حاجه او حوادث من هذا النوع تحدث. ولكن يعني ما فيش برضو حاجه متوقعه برضو من الجماهير او من كره القدم، فيعني تعزينا طبعا للضحايا طبعًا. رقم مش قليل، 8 من التدافع يعني ملوش اي لازمه بصراحه، نتمنى ان ده ما يتكررش طبعا تاني. والله انا هوندا عايز اقول لك، انا كام يوم اللي فاتوا كمان لو تتابع الفيديوهات يعني هتلاقي ان في ناس كتير بما فيهم اجهزه فنيه واداريه مع منتخبات مختلفه عندهم كتير جدا من الانتقادات وكتير جدا من التحفظات حوالين التنظيم وسوء التنظيم، وفي حاجات مش مظبوطه بتحصل وما يصحش ان هي تحصل في بطوله كبيره بالشكل ده. طبعا رجوع بقى للنقطه اللي كانت هواند بتتكلم فيها، اكيد كل طبعا دعمنا لمنتخبنا، والحقيقه كلام محمد صلاح كلام جيد جدا ومحترم جدا، واتمنى كمان ان اللاعبين يعرفوا ويتاكدوا ان كل المصريين وراهم وعلى قلب رجل واحد، كلنا منتظرين فرحه مصريه كبيره. وكمان نتمنى ان الجهاز الفني ومستر كيروش انه يعني يحط كل تركيزه في المواجهه الصعبه دي، ويستطيع بشكل او باخر ان هو من خلال اللعيبه بتاعتنا يوقفوا مفاتيح لعب كوت ديفوار. المساله مش سهله بس مش مستحيله، يعني دي نقطه برضو لازم تتاخد في الاعتبار. عايزين كمان بما اننا لسه بنتكلم عن الكان يعني نروح لبيان الشرطه الكاميرونيه اللي حددت ضوابط دخول الجماهير لمباراه مصر وكوت ديفوار، وده طبعا بعد ما شهدت الكاميرون اول امبارح كارثه بالمعنى الحرفي للكلمه بسبب طبعا يعني تدافع كبير جدا حصل ما بين الجماهير اسفر عن مصر 8 اشخاص. الشرطه الكاميرونيه اكدت ان الابواب في مباراه مصر وكوت ديفوار سيتم فتحها ابتداء من الساعه 1 ظهرا وحتى 5 مساء لتجنب الازدحام وايضا تجنب وقوع اي شيء لا يحمد عقباه. شددت الشرطه في بيانها انه يجب على الجماهير التي ستذهب الى الملعب عدم حمل يعني اي حقائب سواء لليد او للظهر، وعدم حمل اي زجاجات او غيرها من الاشياء الخطيره او الاشياء الضخمه، وشددت كمان على اهميه دخول الجماهير بطريقه امنه، واي مخالفه لهذه التعليمات سيتم معاقبه المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى ما يتكررش تاني نفس يعني اللي حصل ده، الواقعة المؤسفة اللي حصلت طبعا أول. بس هو بيان كويس جدا يا كريم طبعا ان هو يتقال. صدى اعتقد هيبقى على الارض يعني كويس برضو، ولكن كان المفروض ده يبقى من الاول شويه طبعًا. يعني لو طبعًا. انت هتتفق معايا مش بعد ما الكارثه تحصل ابتدي ان انا اطلع بيانات وافكر الناس بالقوانين ويبقى في ردع وغيره، لا لازم ده يكون مسبق يعني. ف على كل حال احنا نتمنى في الاول وفي الاخر سلامه منتخبنا واكيد سلامه الجميع يعني طبعا. ما نتمناش ان يحدث اي شيء النهارده كمان باذن الله. طيب في بيان تاني بقى على الصعيد الاخر طلع، لان برضو كان في بعض الاتهامات كده. البيان ده طلع عن الكاف ليه؟ لان مسؤوله الاتحاد الافريقي لكره القدم يعني ردوا او اتهموا اصلا على اتهموا ببعض الاتهامات. طيب هم طلعوا بقى ردوا على الاتهامات دي، قالوا ايه؟ هم اتهموا يا كريم بالمحاباه لمنتخب الكاميرون وتزوير فحوصات كورونا للاعبين
خاصة الناس بتقول لك إن الكاميرون ما غابش عنها أي لاعب من بداية البطولة بسبب فيروس كورونا، يعني وده برضو أمر غريب شوية. المنتخبات كلها التانية عندهم حالات قد كده، لكن الكاميرون ما حصلش يعني حالة واحدة. طب ممكن يكون فعلا ما حدش يعني أصاب، وممكن يكون لا. الباين على كل حال يعني اتكلم او كان كلماته كده تحديدا، قال الانتقادات والشكوك حول الشركه المسؤوله عن اجراء الاختبارات طوال كاس الامم الافريقيه انها شركه موثقه ومستقله وخبرتها راسخه، ده الكاف بيرد، وكانت مسؤوله عن اجراء الاختبارات خلال بطوله اوروبا واثناء ايضا كاس العرب، لذا فان هذا المختبر هو الذي اتى الى هنا بمعداته الخاصه ويجري اختبارات الفرق واللاعبين والمسؤولين. ده طبعا يعني موجهة للناس اللي هي شككت، ده الرد الموجه للناس اللي هي شككت. فعلى كل حال يعني طبعا برضو الناس رجعت وقالت لك تاني، ما هو اللي حصل مع منتخب جزر القمر وفكرة هنا ان هو خد مباراته امام الكاميرون وهو ناقص 10 لاعبين بسبب فحوصات كورونا بما فيهم حارس المرمى، واتكلمنا في النقطة دي قبل كده، فده برضو ادى الى علامات استفهام، وجود علامات استفهام. يعني معقولة الكاميرون لما بيجي لاعب فريق بيحصل كده 10 لاعبين وغيره وغيره؟ فعلى كل حال البعض ممكن ان هو يصدق فكره او يعني الستوري او يعني الحقيقه من الكاف، والبعض الاخر ما صدقهاش او عنده تشككات. انا ما اعرفش انت مايل لانهي يعني. أنا ما اعتقدش ان الموضوع يبقى فيه، انا مايل لفكره تاني خالص، فكره ان والله زي ما بقول لك انا عندي فكره ان لو دوره رمضانيه مش هيحصل فيها هذا الكم من الامور الغريبه العجيبه، سواء بقى ابتداء من ارضيه الملعب، الكور المهويه اللي في كتير من الماتشات بيضطروا ان هم يغيروها كل شويه. يعني في حاجات كده لا تتماشى بالمره مع فكره ان احنا بنتكلم على كاس امم افريقيا. صحيح. احنا بنتكلم على حاجه كبيره جدا ما ينفعش. طب يعني حتى في ناس رجعوا برضو قال لك ايه، طب كان ليه في اصرار من الاول على برضو الاستمرار في تنظيم هذه البطوله، وخصوصا في ظل تفشي جائحه كورونا وفي ظل عدم الجاهزيه وعدم الاستعداد. يعني عموما حاجات عجيبه اللي يهمنا في نهايه المطاف خلاص البطوله بالفعل موجوده واحنا بالفعل فيها وربنا يكرمنا كده ان شاء الله. عايزين كمان بما اننا يعني اتكلمنا في البدايه عن ماتشات الدور ثمن النهائي امبارح، السنغال اللي طبعا عباره عن كتيبه محترفين يعني ساديو ماني بقى ورفاقه بالبلدي كده طلع عينهم عشان يقدروا يكسبوا طبعا الفريق المنافس كاب فيردي اللي كان يعني ناقص منه هو كمان 2 من اللعيبه بسبب الطرد منهم حارس المرمى. السنغال فازت بنتيجه 2-0، واللي شاف الماتش امبارح طبعا ادرك ان منتخب السنغال بالامكان والله التغلب عليه في الماتش الفاصل المؤهل للمونديال، وباذن الله يعني باذن الله خطوه بخطوه كده نحقق كل احلامنا الكرويه. احنا فعلا احنا جامدين يا اخوانا باختصار، بس انا مش عارف ايه اللي حاصل معانا، احنا اتحسدنا ولا ايه؟ لا لا يعني بص لسه ما نقدرش ان احنا يبقى عندنا روح الانهزاميه قوي، بس طبعا التخوف ده لازم يكون موجود ووارد وحقنا، ويعني تخوف شرعي زي ما بيتقال جدا، لان الوضع لحد دلوقتي مش بالمستوى اللي احنا كجماهير مصريه اكيد بنتمناه. ولكن خلينا نشوف النهارده. بص النهارده بقى الفيصل، انا النهارده بعد الماتش خلاص هعلن رايي تماما، يعني لحد دلوقتي أو لا الواحد مش عايز يقولها صراحة لحد دلوقتي، بس بعد الماتش بتاع النهارده خلاص بقى أعتقد هيكون مات الكلام زي ما بيتقال. أتمنى إن الكلام ما يموتش، وأتمنى إن هم يفاجئونا النهارده بأداء ونتيجة غير متوقعة، وأتمنى إن احنا نوصل للنهائي كما نستحق. أنا بتفق معاك. ولو رجعنا بقى للماتشات مرة تانية، يعني برضو بمناسبة الماتشات، لا امبارح برضو كان في ماتش عجبني جدا بنتكلم عن المغرب وملاوي. أنا أعتقد يعني من وجهة نظري إن بجد المغرب كانت أقوى فريق أو لحد دلوقتي أقوى فريق في البطوله، يعني عندهم تناسق كان كبير جدا لو حضراتكم اكيد تابعتوا، وتقارب لو هنتكلم برضو في الخطوط بين الجميع، ما فيش لعب فردي، لا فعلا يعني رغم يمكن ان هم اتاخروا شويه بالهدف امام ملاوي، لكن نجح يوسف النصيري ونجم اشبيليا الاسباني ان هو يسجل بقى التعادل في نهايه الشوط الاول، وبعده سجل بقى اشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الهدف الثاني، ده كان في الدقيقه 70 تحديدا من عمر المباراه، عشان نقول بقى خلاص ان بتتأهل المغرب لدور الثمانية، وبتنتظر أكيد الكسبان من مصر وكوت ديفوار، وإن شاء الله يبقى لقاء يعني ديربي عربي كبير جدا، ده اللي احنا بنتمناه يكون بين مصر والمغرب، بس يعني زي ما بيتقال نعدي النهارده يعني.
طيب نروح بقى لكأس العالم للأندية. الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قال إن هناك إجراءات طبية مشددة بتحصل في النادي، خاصة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. أكد كمان دكتور أبو عبلة إن هناك تطبيق صارم للغاية لكافة الإجراءات الاحترازية وكمان عمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المساحات اللي بيخضع ليها الجهاز الفني والطبي وكل اللاعبين وكافة منظومة كرة القدم بالنادي الأهلي بصفة دورية. ده كلام محترم جدا طبعا ومطمئن. ننتقل بقى بعد كده للجان العليا بالنادي الأهلي برئاسة طبعا المهندس وليد مبروك. لجان النادي يعني في دورتها الماضية بجد، وإحنا عرضنا ده بشكل برضو مستمر في البرنامج، عملت جهد كبير جدا وكان ليها أنشطة كتير وتكلمنا عنها، من فعاليات رياضية، أنشطة فنية، ثقافية، مسرح، باليه، مهرجانات، يعني كل ده كان موجود، ده غير الأنشطة الخاصة طبعا لملف ذوي الهمم. الملف يعني يمكن التركيز عليه شيء أعتقد أساسي وشيء إنساني وشيء مهم وشيء بيدينا دفعة، يعني أعتقد كل دي حاجات كانت محترمة بتقدمها اللجان بالنادي الأهلي. خلينا بقى نعرف كمان الدورة الجديدة الفعاليات فيها إزاي، وهيجري تشكيل كمان اللجان واختيار الأعضاء. ونتكلم هنا تقريبا في 700 متقدم من أعضاء النادي الأهلي عايزين يشاركوا في أنشطة اللجان، على فكرة ده رقم مش بسيط أبدا يعني. طيب إحنا على كل حال خلينا نعرف يعني المزيد من التفاصيل، ونروح معانا على التليفون المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. يا باشمهندس وليد صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم. والله حضرتك ليك وحشه كبيره جدا بجد، ولازم تنورنا قريب بقى، ما جتلناش غير مره واحده، وشغل محترم كانت الدوره اللي فاتت بجد يعني. ويمكن احنا كنا حريصين دايما في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نبرز ده فعلا، لانه يستحق المجهود، يستحق الفتره بقى المقبله ان شاء الله. وفكره هنا برضو يعني تقدم 700 شخص من الاعضاء عايز ان هو ينضم للجان، برضو دي نقطه اعتقد ايجابيه جدا. طبعا نوان صبح عليك انت وكريم، طبعا ان شاء الله نجيلكم قريب لما نسجل اللجان ان شاء الله، نتكلم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس انا احب الاول اقول لكم انه يعني طبعا الاول ان الواحد يعني تم اعاده الثقه فيه في اول جلسه لمجلس الاداره في دورته الجديده، فده مسؤوليه كبيره طبعا الاهلي، يعني ان الواحد يعدي جنب سور النادي الاهلي. انا بقول دي بتبقى حاجه شرف كبير لاي حد، ما بالك ان انت بتعملي حاجه عمل تطوعي حابه تعمليه في مكان انت بتحبيه. لما حصل التكليف ده كان عباره عن ان احنا انا مطالب ان انا احط لائحه للجان جديده ونشكل اللجان. فاللائحه دي احنا فكرنا كنا من المره اللي فاتت ان احنا نزود قاعده المشاركه، فغيرنا في اللائحه حاجه مهمه جدا، خلينا اللجنه بدل ما يبقى قوامها 10 اللي هو رئيس ومقرر و8 بيخدموا على كل الفروع، فقررنا ان كل لجنه تبقى رئيس وكل فرع من الفروع يبقى فيه مقرر و7 اعضاء، يعني بنتكلم على في اللجنه 32 غير الرئيس لما أيوة. الفرع الرابع يشتغل تقريبا يبقى كده العدد 33 اجمالي لكل لجنه في 7، يعني بنتكلم على 231 واحد ممكن يدخلوا النادي الاهلي يعملوا عمل تطوعي في مكان بيحبوه. حلو جدا. ويقدموا للنادي اللي هم عايزينه. فانا عشان افتح باب الاشتراك في اللجان خدت الموافقه على اللائحه دي الاول من المجلس، وما كنتش عايز اعمل المقابلات مع الناس لوحدي. فقررت ان اشكل اللجنه العليا الاول، فاخترت لجنه عليا فيها ناس كانت معانا قبل كده وناس جديده، وبسرعه كده هم عمرو غالب، ريهام طبار، سهى ابراهيم، حازم سلطان من القدام، ومعانا لاميا مختار ومحمد عدل الكويه من الجولات، عشان اقدر اقعد اقابل الناس وانا عامل لجنه ويبقى في شفافيه وفي اكتر من راي واحنا بنشوف الناس. احنا ما بنعملش انترفيوهات لحد، ما بنختبرش حد، احنا اعضاء نادي متطوعين وهم متطوعين، فبنقعد نتعرف على الناس بس ونشوف الناس تقدر تفيدنا فين، وبنعمل زي سكورنج سيستم كده بنشتغل بيه، وهو اللي بيفلتر الناس. الناس بالنسبه لنا اللي قاعدين قدامنا بمجرد رقم في شيت، ما بتعاملش مع اسماء ولا مع حد انا عارفه او مش عارفه. الناس اللي كانت موجوده في اللجان قدمت والناس الجديده قدمت، يعني ما فيش حد ليه اولويه على حد. جالنا 700 ابلكيشن، رحنا قلنا هنروح لكل الناس في الفروع، يعني اشتغلنا في الجزيره بقى لنا دلوقتي 20 يوم، عملنا 150 ساعه مقابلات تقريبا، اشتغلنا في الجزيره حوالي 9 ايام، رحنا مدينه نصر 7 ايام، وبعدين رحنا زايد، خلصنا امبارح في زايد، فاضل لنا يوم السبت هناخد من تخلفوا عن الحضور في الثلاث فروع، وبكده نبقى خلصنا الفرز
ونبتدي بقى نقعد نشوف مين اللي هيبقوا رؤساء اللجان من الناس اللي موجوده معانا اصلا والناس الجديده اللي دخلت، ونفلتر بقى الناس ونشكل لجنه جديده ان شاء الله. ده كلام محترم جدا، وان شاء الله فتره يعني واعده وتحقيق فيها كمان الافضل من اللي فات ان شاء الله. احنا واثقين فيكم جدا يعني باشمهندس وليد، شكرا ليك جدا جدا. ربنا يخليك. تحيه للباشمهندس وليد مبروك. انا ما رضيتش بس ايه اقطع استرساله، بس هو عايز اقول ان هو من الشخصيات المحترمه جدا الحقيقه، ولازم نتوجه ليه طبعا بكل التحيه وبكل التهاني كمان، لان هو عاملين شغل اكتر من ممتاز، سواء هو او رؤساء واعضاء كافه اللجان، من الناس اللي بتشتغل بحب وبدأب وباصرار، وعشقه للنادي الاهلي الحقيقه واضح جدا حتى من خلال الفيسبوك، يعني ما بيتكلمش ايوه حياته النادي الاهلي باختصار. أيوة. فطبعا تحياتنا. احلى حاجه فعلا تلاقي ان انت بتعمل زي ما الباشمهندس وليد بيتكلم، انت حاجة بتحبها. صحيح. وبتشتغل يعني متطوع فيها في اي حاجه، يعني اي شكل باي شكل كان، فدي صحيح. بتعملها بص لما بتحب الحاجه بتبقى مختلفه. صحيح. اللي بيحب صحيح. حاجه فعلا وبيشتغل فيها يعني بيحب شغلانته غير اللي ما بيحبش شغلانته، هتلاقي ادائك مختلف تماما، روحك مختلفه، طاقتك مختلفه. فيعني تخيل انت تنتمي لكيان كبير وبتشتغل فيه بحب، وانت مش عايز اي حاجه. خلي بال حضراتكم زي ما انتم عارفين ما فيش اي مقابل مادي، ما فيش الكلام ده، فالواحد بيعمل ده لان هو متطوع، هو حابب ان هو يعمل ده. بالمناسبه هتلاقي مفيش مره هتروح النادي غير لما هتلاقوا باشمهندس وليد موجود. صحيح. في اي صحيح. وقت، وفي نفس الوقت ناس كتير جدا من اللجان ربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. امين يا رب. طيب للمزيد من التفاصيل يا حضرات، احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير استاذ كريم، اهلا بحضرتك كريم استاذ نهوان، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمود، اتقال في اول الاسبوع ان الاسبوع ده هيكون اسبوع بارد، يعني اقصى درجات البروده هتحصل اليومين دول اللي هو الاربع والخميس، والمفترض ان من اول الاسبوع جاي ترتفع درجات الحراره لتصل الى 18-19. هل الكلام ده مظبوط ولا في مستجدات هتغير تفاصيله؟ هو حضرتك احنا وفقا لتوقعات هيئه الارصاد الجويه، احنا نوهنا وقلنا ان النهارده الاربع هو يعتبر أبرد يوم منذ بداية فصل الشتاء هذا العام حتى الآن. طبعا طبعا انت بالفعل النهارده واضح ان اساس الشمس ما طلعتش النهارده بشكل واضح على سواحلنا الشماليه الوادي الساحلي والقاهره، والامطار متساقطه منذ الساعات الاولى من اليوم، بدات على سواحلنا الشماليه مطروح واسكندريه ثم البحيره وكفر الشيخ، وامتدت لمناطق من الوادي الساحلي، ومنذ ساعات قليله بدات سقوط الامطار على القاهره. مستمر معانا هذا الطقس والتقلبات الجويه على مدار اليوم في سقوط الامطار، وانخفاضات ملحوظه طبعا في درجات الحراره. شهر يناير ورطوبه معروفين في جمهوريه مصر العربيه بانخفاضات كبيره في درجات الحراره. متوقع الصغرى النهارده تصل الى 6 درجات مئويه النهارده ساعات الليل، تنخفض درجه الحراره بشكل ملحوظ عن الايام اللي فاتت شويه حوالي درجتين. فطبعا احنا بنقول 6 درجات احساسنا بيها يبقى 5 مع نشاط الرياح. بكره يعني تبدا تطلع اشعه الشمس شويه، نعتبر النهارده هو اليوم الاسوء شويه في التقلبات. بكره الاجواء تتحسن وتبدا تطلع اشعه الشمس. درجه الحراره تسجل ما بين 14 و15 درجه بارتفاع حوالي من 3 الى 4 درجات عن النهارده. وتنحصر فرص سقوط الامطار على السواحل الشماليه فقط ومناطق من الوجه البحري. زي ما حضرتك بتقول كريم، بالفعل وفقا للتوقعات يعتبر شهر يناير مع انتهاء شهر يناير وبدايه شهر فبراير تبدا الاجواء تتحسن وتبدا تعود درجات الحراره الى المعدلات مره. طيب خليني يا دكتور بس اسال حضرتك عشان نطمن الناس، النهارده تحديدا لو هنتكلم بما ان هو ابرد يوم منذ بدايه يعني فصل الشتاء، هل الموضوع هيسوق اكتر؟ يعني الناس ممكن ان هي ما تنزلش، يعني دي نصيحه ليك مثلا ممكن نقولها لهم، ولا الموضوع مش مستاهل قوي كده؟ الناس الصبح كانت بتمطر يعني واحنا جايين في الطريق، فهل الموضوع مستمر؟ هل هيبقى فيه قلق مثلا؟ يعني خلينا برضو نعرف. فرص سقوط الامطار مستمره طبعا، يعني هي من الصبح الامطار لم تتوقف حتى الان على القاهره، خفيفه الى متوسطه ولكنها مستمره، هتستمر معانا يعني لغايه على دخول المغرب. فرص سقوط الامطار هتكون موجوده، يعني لو عندك مشوار ضروري مش لازم ينزل في سقوط الامطار ده عشان سواء الامان للقياده بهدوء او كده، خصوصا يعني المسافات البعيده بقى اللي في التجمع والزايد الاماكن دي، يعني اللي ما عندوش مشوار ضروري ياجل المشوار لبكره، يعني مش عايزين نصاب اي حاجه لا قدر الله عشان الازدحام، حتى ممكن يبقى في ازدحام نتيجه سقوط الامطار. فيعني طبيعي طبعا هيكون في تكدسات مروريه، بس احنا بنقول يعني سقوط الامطار بيخلينا دايما نحذر من عدم القياده على الطرق او عدم التواجد جنب كابلات كهرباء او اعمده اناره. يعني صحيح صحيح جميل.
كل شكر لحضرتك دكتور محمود، شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك على خير باذن الله. طيب نقطة يعني مهمة، الموضوع مش مطول قوي، مش يعني مطول بس نقطة مهمة قوي، موضوع الكابلات بتاعت الكهرباء وفعلا وأعمدة الإنارة. يعني للأسف شفنا، بس يعني يمكن من سنتين كانت حالات كده حصلت وفاة، ويعني ما فيش أي داعي لحاجة زي كده. أعتقد ما بقاش في نفس المستوى، يعني المحافظة أو كل المحافظات بتبتدي إن هي وأحياء ابتدت إن هي تاخد بالها من الحاجات دي بشكل كبير، لكن وارد إن ده لا قدر الله يحصل، فخلي بالنا. وفي نفس الوقت فعلا المشاوير البعيدة، أنت في التجمع مش كده؟ أنا عايز أقول لك وأنا جاي بس كان الجو، ارجع اقول لك برضه انت عارفه تقييمنا، بس طبعا المطر هي يعني انجاز لسة. انجاز التعبير، لو في برضه فرصه ان احنا ننصح الناس بحاجه. ساعات كتير ان هواند بالذات لما يكون في مطر ومطر شديد، الناس بتبانيك وهي سايقه، بيستقوا في بعض، وبعدين في حاجات معينه لازم نراعيها، ان مشغلين مثلا الفلاشر لو احنا ماشيين على سرعه بطيئه، المساحات طبعا كلنا لازم نتاكد ان هي شغاله بشكل مظبوط، النوع ده من الامور. على كل الاحوال بنتمنى السلامه ان شاء الله. احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي زي ما متعودين نتابع اخبار نادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم هي موجوده دلوقتي في فرع الجزيره وهي لايف معانا، وهنعرف منها بقى برضو الاجواء عامله ازاي وحاله الطقس والاقبال دلوقتي من الاعضاء والحاله المروريه. يعني منى، عايزين نعرف منك كل حاجه منى تقدري تفيدينا بيها. صباح الفل عليكي، اتفضلي. يا صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، لكنه يوم برد جدا. خليني في الاول يا نهاوند اقول لك واطمنك زي ما انت بتحبي دايما تطمني على حاله الطقس والحاله المروريه كمان المؤديه لكل الناس كلها، يعني اللي جايه من كل حته للنادي الاهلي. الحقيقه ان الجو برد جدا، ومن الساعات الاولى من صباح اليوم وفي امطار غزيره، درجه الحراره 9، ولكن ده ما منعش غالبا يعني عدد لا باس به من اعضاء النادي ان هم يكونوا موجودين في النادي، لكن طبعا يعني قاعدين بعيد عن الامطار، الجو برد جدا. يعني عايزه بس اقول لكل اعضاء جمعيه العموميه، اي حد حابب ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي في الساعات الاولى او دلوقتي يجي، لكن يتقل كويس قوي. الحاله المريه يمكن ما كانتش كويسه قوي وانا جايه، لانه طبعا نظرا للامطار الغزيره الناس العربيه طبعا ماشيه بالراحه علشان سلامه الجميع. يعني دي كانت يا نهاوند كل الامور متعلقه بسواء الاخبار اللي ليها علاقه بالجو الطقس او كمان الحاله المروريه للنادي الاهلي. خليني بقى ابتدي بالاخبار الرياضيه للنادي الاهلي النهارده وكل فرقه الرياضيه المختلفه. خليني ابتدي بالفريق الاول لكره القدم بقياده مستر بيت سموسيماني. النهارده تجمع الفريق وتدريبه الساعه 11، ودي هتبقى اخر طبعا تدريب او اخر استعداد قبل مواجهه نادي سموحه غدا في بطوله كاس الرابطه. دي هتبقى طبعا المباراه الرابعه والجوله الرابعه من بطوله كاس الرابطه، واللي ان شاء الله هتتلعب بكره ان شاء الله مع نادي سموحه في استاد اسكندريه الساعه 5 مساء. يعني بنتمنى اكيد التوفيق للنادي، خاصه لشباب النادي الاهلي اللي اثبتوا حتى الان جدارتهم في البطوله، ان شاء الله يلعبوا بكره ويادوا مباراه كبيره ويبقى اداء مشرف للجميع ان شاء الله. خلونا بقى نروح لفريق الاول لكره السله رجال بقياده المدرب الاسباني جاستي بوش، واللي الحقيقه ان هم اخر مباراه اول امس يوم الاثنين فازوا على نادي سموحه بنتيجه 86-62، ويعني ده خدوا بعدها راحه من التدريبات امس وهيرجعوا النهارده لتدريباتهم بشكل قوي. اكيد طبعا هيبقى في فيديو ميتنج او محاضره فيديو هيقدروا من خلالها يعرفوا كل السلبيات والايجابيات اللي تمت في مباراه نادي سموحه اللي فاتت، عشان يستعدوا بقى بشكل قوي للمباراه المهمه اللي هتكون يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله مع نادي سبورتينج. المباراة يعني دي يمكن هتبقى آخر مباراة في المرحلة الترتيبية من دوري السوبر. بنتمنى أكيد كل التوفيق لفريقنا. كمان طايرة رجال بعد فوزهم أول أمس أيضا على نادي طنطا، وكان فوز سهل الحقيقة بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. دي كانت آخر مباراة من الدور ال 16 من بطولة كاس مصر، تأهلوا بعدها للدور ال 8 من بطولة كاس مصر. يعني طبعا هيواجهوا في أول مباراة بقى من الدور ال 8 نادي سبورتنج في اسكندرية على صالة نادي سبورتنج يوم الجمعة المقبلة أيضا إن شاء الله.
اما بقى فريق الاول لكره الرجال لكره اليد كابتن طارق محروس طبعا عندهم مباراه بكره ان شاء الله مع نادي طلاع الجيش على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بالنادي الاهلي بالجزيره الساعه 6 مساء. يعني دي هتبقى المباراه مباراه الجوله الرابعه من المرحله الثانيه من بطوله الدوري، والفريق كان عاد تاني مره تانية الى سكه الانتصارات بعد فوزهم يوم الاثنين الماضي وفاز على البنك الاهلي بنتيجه 22-35. ان شاء الله ده يبقى حافز قوي للاستمرار ان شاء الله الفتره الجايه في الانتصارات مره تانية. اما بقى عن كره الطايره، فريق كره الطايره سيدات بقياده كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهارده الساعه 5:30 مساء ان شاء الله على صاله الشهداء هنا بالنادي الاهلي بالجزيره بعد راحه خدها الفريق امس بقياده طبعا كابتن طارق محروس استعدادا لمواجهه نادي دلفي في اسكندريه ان شاء الله يوم الجمعه المقبله في اسكندريه. دي هتبقى في الدور مباراه الدور ال16 من بطوله كاس مصر ان شاء الله، دي هتبقى المباراه الاخيره في الدور ال16 ان شاء الله يتاهلوا بعدها للدور ال8. اخر حاجه معانا النهارده كره اليد سيدات بقياده كابتن يحيى يوسف اللي هم الحقيقي دلوقتي بيستعدوا بشكل قوي جدا من خلال التدريبات في ظل طبعا توقف بطوله الدوري او كل المباريات الرسميه اللي متوقفه حاليا. كان اعلن الاتحاد المصري لكرة اليد امبارح على جدول مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري اللي صعد إليها 6 فرق من ضمنهم النادي الأهلي، وهيواجه في أول مباراة ليه شهر مارس اللي جاية تكون أول مباراة رسمية في الدور الثاني من بطولة الدوري. طبعا هيبقى يوم 11/3 هتتلعب في مركز شباب الجزيرة مع نادي الجزيرة 2 ظهرا. يعني دي كانت كل أخبار النادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة وكمان الطقس وحالة المرورية من هنا من داخل النادي الأهلي بالجزيرة. العودة إليكم مرة تانية في الاستوديو، بشكركم جدا، اتفضلي يا نهاوند. احنا اللي بنشكرك جدا كمان على وجودك يعني في الطقس ده علشان تنقلي لنا أخبار النادي الأهلي. يعني روحي بقى على طول يا منى، ما تقعديش بره كتير. شكرا ليكي جدا. من أهم بقى المنشطات اللي هنتعرف عليها خلال لحظات حضرات، منشط جاء في جريدة الجمهورية بيتكلم عن فضائح التنظيم عرض مستمر. طبعا بيتكلم طبعا التفاصيل كلها بتحكي على اللي بيحصل والتحفظات اللي كنا اتكلمنا مع حضراتكم عنها من شويه. في امور عجيبه جدا بتحصل، يعني من ضمنها مثلا حاجه تخص منتخب ملاوي كل اللعيبه نهاوند بيغسلوا هدومهم ويعلقوها على فروع الاشجار. عندك منتخب جامبيا وكاب فيردي جالهم تسمم غذائي. عندك المنتخب جزر القمر وهم رايحين في الاتوبيس عشان يواجهوا الكاميرون. منظمه البطوله حصل تعطل كبير جدا، وبعدين الاتوبيس ما كانش معاه اي مرافقه امنيه زي ما البروتوكول بيقول. يعني كتير من التفاصيل في هرتله جامده جدا بتحصل. هنتعرف بقى على تفاصيلها لما نروح مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده البوابه نيوز، حيث توجد زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. يعني يمكن يا كريم الخبر اللي انت اتكلمت عنه الحقيقة هيكون تفاصيله معانا في نهاية جولتنا الصحفية، لأنه الحقيقة في الكثير من التفاصيل المؤسفة بخصوص يعني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021. ولكن خلينا في البداية نبدأ بعنواننا من البوابة سبورت بخصوص طبعا يعني كل قائدي او حاملي شاره المنتخب الوطني خلال البطوله الافريقيه. العنوان الاول من بوابه سبورت: القائد محمد صلاح يحلم برفع كاس امم افريقيا. محمد صلاح قائد المنتخب الوطني طبعا في النسخه الحاليه من بطوله كاس الامم الافريقيه 2021، هو القائد رقم 19 في تاريخ البطوله، وفقط 5 توجوا بالكاس القاري، منهم طبعا حنفي بستان وصالح سليم، مصطفى عبده، وايضا الصقر احمد حسن. اول قائد للفراعنه كان او اول يعني من حمل هذه البطولات كان هو حنفي بستان في اول نسخه للبطوله عام 1975 او 57 عفوا، وفاز بها الفراعنه، فيما حمل صالح سليم شاره القياده في نسختي 59 و62، ونسخه 63 حملها رفعت الفناجيلي وتسلم شاره القياده حسن شحاتة في نسخة 1980، ثم كابتن محمود الخطيب نسخة 1984 وتسلمها بعده كابتن مصطفى عبده في نسخة 86، ونسختي 2008 و2010 حمل الشارة الصقر أحمد حسن، وفي آخر نسخة قبل النسخة الحالية حمل الشارة كابتن أحمد المحمدي وهي نسخة 2019، وفي النسخة الحالية
طبعا قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح، وطرح تقرير بوابة سبورت سؤال: هل ينجح في محمد صلاح في قيادة منتخبنا لمعانقة التاج الإفريقي؟ ومن جريدة الشروق: مالي تواجه غينيا الاستوائية لمواصلة الزحف نحو إنجاز جديد. تختتم اليوم طبعا منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالكاميرون 2021 بمواجهة مالي مع منتخب غينيا الاستوائية في تمام الساعة 9 مساء على ملعب ليمبي ستاديوم. يخوض منتخبنا طبعا أو منتخب مالي وغينيا الاستوائية لقائهم، وكل منتخب فيهم عنده أمل أن هو يصعد لدور الثمانية، ويحاول منتخب مالي التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2013، والمنتخب أيضا بيبحث عن لقبه الأول في البطولة، وشهدت نسخة 2013 حصوله على المركز الثالث، فيما يطمح منتخب غينيا الاستوائية للظهور في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه بعد المشاركتين اللي كان فيهم في البطولة عام 2015 وعام 2012. وتأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور ال16 بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ورغم خسارته أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الأولى لكنه كان ندا حقيقيا ليأتي فوزه على المنتخب الجزائري، أحد أبرز مفاجآت البطولة أو مفاجآت دور المجموعات. ثم اختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على منتخب سيراليون. أخيرا من الجمهورية: في كان 2021 فضائح التنظيم عرض مستمر. البداية طبعا أو أول فضيحة في يعني هذه المسابقة كارثة بملعب أوليمبي. طبعا كلنا شاهدنا أول أمس الكارثة اللي حصلت وانتهت بوفاة 8 أشخاص وإصابة 38 شخص أو مشجع على الأقل. ده طبعا خلال أحداث أو لقاء الكاميرون وجزر القمر في دور 16 للمسابقة، وما زال الكاف بيحقق في هذا الحادث الأليم. كمان رقم 2 في هذه الفضائح: سوء ملعب جابوما. كان ملعب جابوما الحقيقة بمدينة دوالا الذي يستضيف لقاء منتخبنا الوطني اليوم أمام كوت ديفوار في تمام الساعة 6 مساء، واللي هيلعب عليه المنتخب هو أحدث الشواهد على سوء التنظيم في المسابقة. وعلى الرغم من اعتراض الكاف عدة مرات إلا أن يعني إتو تمسك برأيه، وكمان وصف المهاجمين أن هم بيتطاولوا عليه ورفض الحقيقة أن هو ينقل هذا الملعب لملاعب أخرى. والحقيقة أن منتخبنا كمان اشتكى من سوء الملعب ويخشى إصابة أي من لاعبينا بسبب المطبات والحفر اللي بيعاني منها الملعب. كمان رقم 3: تسمم منتخبي جامبيا وكاب فيردي. عن الاتحاد طبعا الجامبي عن إصابة 3 لاعبين بحالات تسمم في صفوف الفريق قبل ساعات قليلة من لقائه بمنتخب غينيا في دور ال16 من عمر المسابقة. وكمان أبدى مدرب جامبيا غضبه بسبب سوء المعاملة، لأنه هو كان اتكلم عن أن اللجنة المنظمة بتخلي 6 من اللاعبين بيناموا في غرفة واحدة، وده في ظل الوباء المنتشر في صفوف الفرق الأخرى وهو فيروس كورونا طبعا. وكمان منتخب كاب فيردي أعلن عن وجود 5 حالات تسمم قبل مواجهة السنغال أمس في دور ال16. كمان رابع فضيحة من أول رصدها تقرير الجمهورية هي فضيحة ملابس ملاوي. زي ما أنت قلت بالضبط يا كريم، الحقيقة أن لاعبو منتخب ملاوي غسلوا ملابسهم الداخلية وعلقوها على جذع الأشجار، وده اللي يعني أثار حالة من الاستياء من اللجنة المنظمة. ومساعد مدرب بمنتخب ملاوي الحقيقة ان هو اتكلم عن ان استحالة ان احنا نشوف ساديو ماني بيتطرق او بيتعرض لنفس هذه الازمة، وهي تعليق ملابسه الداخلية حتى يتم تجفيفها حتى قبل المباراة بساعات قليلة. وهو اللي قال ان هو في نوع من التفرقة ما بين المنتخبات وبعضها البعض، وخاصة منتخب جامبيا وملاوي وجزر القمر. واخر فضيحة الحقيقة رصدها التقرير هو تعليق حفلة جزر القمر بدون مرافقة أمنية. وأيضا الحقيقة أن هم كان هذا التعطل قبل بداية المباراة الخاصة بهم بدقائق قليلة جدا، وهو اللي خلاهم أو اضطرهم أن هم يغيروا ملابسهم داخل الحافلة.
دي كانت أخبارنا طبعا أو أبرز عناويننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء في جولتنا الصحفية. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنتوجه ليكي بكل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه الصحفيه المتميزه. لا بس شيء صعب جدا. شفتي؟ يعني مفيش كده في الدنيا يعني. لا مفيش كده الصراحه، حاجه يعني مصفة. كل اشكال مصفة. سوء التنظيم باختصار، كل الاشكال اللي ممكن تتخيلها. هو ده مش سوء تنظيم فقط يا كريم، ده بيوند يعني. لا الموضوع فعلا يعني المانشيت اللي هي فضائح التنظيم هي فضائح فعلا طبعا. مش سوء. على طيب كده الفقره الاولى خلاص خلصت الاخباريه، نروح بقى فاصل سريع جدا نرجع عشان نكمل محاضراتكم فقراتنا الحواريه. هنبدا مع كابتن طبعا حشيش ونتكلم في مباراه النهارده، ومش هنقول التوقعات ان شاء الله، يعني يكون في اداء كمان جيد. احنا مش بس عايزين فوز جيد، عايزين نشوف منتخب مصر هو بيتالق في الملعب زي ما احنا متعودين. فاصل سريع ونرجع نكمل. زي ما شفنا كده في التقرير النهارده، احنا بنعتبره ضربه البدايه لمنتخب مصر في امم افريقيا. خلاص عدينا الماتش ده امام كوت ديفوار، هيبقى يعني عندنا دفعه ان شاء الله معنويه عاليه جدا لاستكمال البطوله والوصول كمان لنصف النهائي والنهائي كمان. بس طبعا لازم تكون عندنا يعني اراده واداره جيده جدا للمباراه وكمان للفتره اللي جايه. خلينا نتكلم في كل ده اكيد بشكل اكثر تفصيلا، بس نرحب بيعني الضيف العزيز جدا كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. بونجور جدا. بونجور. احنا مسودينها ليه كده؟ ما هو الجو بره، الجو عايز يسود، ما ينفعش مع ابيض. صباح الفل على حضرتك، سعداء كالعاده بتنورنا وبتسعدنا بوجودك. وطبعا لازم بقى تكون البدايه مع لقاء اليوم ان شاء الله، واول اسئلتنا لحضرتك ايه النظام؟ انت شايف ايه؟ والله ربنا يستر على النظام النهارده. ربنا يستر، ربنا يستر. الله. احنا كلنا طبعا تفاؤل وكلنا دعم طبعا للمنتخب. اي حد بيتكلم طبعا في اي وقت خلاص الكلام خلص. النهارده ماتش نوك اوت، بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر يا رب. اللعيبه لازم زي ما انت قلتي في البدايه لازم يكون عندهم اراده. الماتشات دي بقى مش بتاعه يعني طبعا تشكيل واداره وكل حاجه، بس هي بقى رجوله من اللعيبه وحاطين اسم مصر قدامهم ويبذلوا كل الجهد. واعتقد ان امبارح وخلال الاسبوع اللي فات شفنا، او اليومين اللي فاتوا شفنا اراده من فرق صغيره قوي قدرت ان هي يعني تعمل حاجات كتيره يعني. طبعا. يعني شوف طبعا جزر القمر طبعا عملت مباراه ولا اروع في ظل ظروف يعني ما غير مسبوقه تتكرر مع فرقه ثانيه خالص. بالظبط. فرق اصابات كورونا كتير، مفيش حارس مرمى بيطرد منهم يعني مفيش اصعب من كده. بيلعبوا قدام الفريق المفروض مرشح وصاحب الارض طبعا. ومع ذلك بذلوا الجهد على حسب وعلى قد امكانياتهم. لا واللاعب اللي اتحط مكان حارس المرمى، شفت الرقم اللي لزقوا على التيشيرت يعني. طب يعني لا يعني حاجات يعني احنا هنتكلم في التنظيم الكارثي، لان يعني للاسف شيء مؤسف بصراحه يعني جدا. ما كناش متوقعين، وقلنا يمكن البدايه وكورونا معطله، انما ابتدت البدايه كانت بكور مهويه يا كابتن حسن خالص، وملاعب صعبه طبعا. أماكن إقامة صعبة جدا لا ترقى لمستويات الفرق اللي جاية، واللعيبة كمان اللي بأرقام كبيرة جدا. شفنا طبعا الحادثة المؤسفة اللي بنعزي فيها طبعا الناس، برضو دي كانت حادثة صعبة. عرفت برضو ان موضوع نشر الملابس مش عارف الايه على فروع الاشجار. على فروع الاشجار. طب فاضل ايه صحيح؟ فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ مش يعني الاتوبيسات اللي مش موجوده فبيأجروا ميكروباصات عشان توصل ومن غير تأمين. ومن غير تأمين يعني كل الكلام ده طبعا. التحكيم وده بقى يعني بص الحاجات دي كده كلها خارج الملعب، انما الحاجات كمان اللي جوه الملعب العنصر الاساسي في الملعب اللي هو الحكم، شايفين تحكيم برضو التحكيم مش والأرض. على المستوى يعني. فكل ده احنا بنقوله، بس احنا النهارده همنا الاساسي هو منتخب مصر طبعا، ويعني ازاي كيروش هيبدا المباراه والتشكيل المفروض الامثل، لان هو مفيش فرصه بعد كده. ما زي بقول ان خلاص النهارده ماتش خروج المغلوب طبعا. فلازم يبقى فيه كل حاجه بدقه. لو في عناد نشيل العناد شويه بس لغايه ما الدنيا تمشي. تشكيل كويس، لعيبه تقدر انها تجابه فرقه زي كوت ديفوار شايفينها
على مستوى عالي وفيها لعيبة على مستوى عالي من كل أنحاء العالم بتلعب في أعلى الدوريات. فلازم اللعيبة زي ما بقول لك خلاص كيروش بينتهي لغاية بداية الصفار، انتهي دوره شوية لغاية، إنما في الملعب واللعيبة والأداء الرجولي واللعيبة فيها، في لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا. صحيح. فالخبرات دي المفروض تطلع في المواقف اللي زي دي. طب النهارده لو اتكلمنا يعني، والسؤال الاكيد مفيش استوديو تحليله ما سالوش، بس احنا محتاجين برضو نعرف وجهه نظر حضرتك في ده. طبعا. لان اختلفت الاراء، يعني تابعت الاستوديوهات التحليليه بعض منها، يعني اختلفت الاراء. البعض بيقول هو انا المفروض ابدا الماتش ازاي، راي مايل او يعني في كفه بتكلم ناس منهم بيقول لك لا انت لازم تلعب جيم مفتوح وتبتدي ان انت يعني تهاجم بس. الناحيه الثانيه بيتقال لا، ماتشات المهمه والكبيره انا ما ينفعش اعمل ده، ولازم مع الهجوم يكون في دفاع. أني الأصح؟ بصي، هي المباريات اللي زي دي مباريات قوية ومع لعيبة كبيرة ومباريات مهمة وحساسة، فما ينفعش أبدأ كده إيه يعني إيه أفتح اللعبة أفرد صدري وأبدأ من الأول. هي المباراة لازم تتقسم، يعني تتقسم على شوطين المباراة. طبعا ده لا يغني عن إن أنا لازم أدي للمنافس برضو رسائل من أول الماتش إن أنا نازل أكسب وقوي والتحامات قوية واستحواذ، الحاجات دي مهمة جدا جدا. بس أهم حاجة لازم، أنا أعتقد النهاردة مباراة النهاردة ما نجريش ساح العاج في الريتم بتاع المباراة السريع، لأنهم عندهم سرعات طبع. عندهم استحواذ، في لعبة كورة، في ناس عندها خبرات، فإحنا لازم يعني ما نجريهمش في موضوع السرعة. لو شفنا ماتش تونس تلعب فرقة قوية جدا، إنما اتحكمت في رتم المباراة، ما جارتش الفرقة التانية في السرعات والقوة بتاعتها. بس ده مش خطر يا كابتن حشيش، فكرة عدم مجاراة المنافس لما يكون بيستخدم أو بيستغل سرعاته الملحوظة يعني. بص، هو في تفوق، ما يدروش أفضلية علينا يعني، في تفوق في السرعة دايما عند الأفارقة وبالذات الفرق، وقوة تحمل واللياقة بدنية وحاجات طبعاً. وحاجات كتيرة جدا. صحيح. انت خلي بالك المباراة لها حسابات كتيرة. انت ممكن تدخل في وقت إضافي، ممكن توصل لضربات الجزاء. فبرضه لازم توزيع الجهد من البداية، ما اقدرش انا ابدأ المباراة ضاغط مثلا من قدام، لان الضغط العالي استهلك. او الضغط اللي قدام استهلك طبعاً. قوة، لان اللعيبة بتروح تضغط من قدام، فعشان ترد محتاجة مجهود جامد. فانا لازم بس استكشف الاول، يعني استكشف الاول للمباراه زي ما بقول لك مع التامين الدفاعي. اهم حاجه لازم الخطوط تبقى قريبه جدا من بعضها، ما نشوفش مساحات كبيرة، لان طبعا. المساحات اللي موجوده مثلا سي مثلا بين نص الملعب والمدافعين ممكن تستغل استغلال، لان انت كمان بتلعب لعيبه اصحاب لياقه بدنيه عاليه وسرعات ومهارات اساسيه طبعا. يعني بيعملوا الفارق، عندهم لعيبه بتقدر ترقص وتروح، فلازم يبقى اللعيبه قريبه من بعض عشان المساحات ما تبقاش كبيره. وفي نفس الوقت برضو انت لازم من البدايه برضو يبقى معاك الاستحواذ، ودايما اهم حاجه واخد الكره الثانيه. الكره الثانيه دي مهمه جدا، انها بتعمل احباط دايما للمنافس لما يمسك الكره هو ويجي يلعب مثلا، ولا في كره مشتركه ويلاقي حد من لعيبه مصر مسك كرة واستحوذ تاني، بتدي نوع هجمة مرتدة يعني، بتدي نوع من الأفضلية للفرقة في إن أنا لا أنا راكب الماتش من البداية، أنا مش حاسب لك فتهبط عزيمتهم شوية وتقدر من خلال بقى الاستحواذ إن أنت تقدر واحدة مثلا لصلاح. بس أهم حاجة برضو إن اختيار اللعيبة النهاردة يكون على طريقة المنافس أو النقاط القوة اللي في المنافس، ما تبقاش الحتة الدفاعية في نص الملعب بالتحديد، لأن كوت ديفوار أهم خط عندهم هو نص الملعب. نص الملعب عندهم لعيبة كويسة جدا، استحواذ، قوة بدنية، التحامات جامدة. فأنت في المقابل أن أنت برضو لازم لعيبة نص الملعب اللي عندك مش شرط أن هو يبقى الناحية الدفاعية قوية وبس، لا ده لازم حد برضو يمكن صاحب ملكة ان هو يمسك الكرة وينقل ويستحوذ. وفي نفس الوقت برضو انت مش بتلعب هتدافع الفترة كلها، بس هو انت ينفع تقف على كورتك قدام منافس زي كوت ديفوار؟ وارد، لو انا قريب منك يا كريم في الملعب اقف على كورتي، معنى ان انا اقف على كورتي ان انا بستحوذ على الكرة والاقي زميل قريب مني ابصها له ويبصها لي تاني. اخرج من حتة واحد على واحد، لان واحد على واحد دي
بتبقى صعبه معاهم شويه طبعا. في قوه وفي سرعه والتحامات جامده فان انا يبقى المنافس بس قريب الزميل يبقى قريب مني عشان اقدر انقل اظهر للزميل بلغه الكوره لازم الناس كلها تظهر لبعض الناس كلها تظهر لبعض دي هتيجي من ايه من ان انا عايز اكسب وحاطط هدف قدامي وعارف ان انا لازم اتعب نفسي كويس قوي قوي وما اقلقش ان انا اغلط لان في لعيبه بتخاف انها تاخد الكره عشان ما تغلطش يقول لك طول ما الكره بعيده عني انا سليم وفي ناس في كده في الملعب يعني اللي هو يجي له الكره يروح لعبها لواحد جنبه ده لعب فردي بيتخلص منها يعني بيتخلص منها وهو مش عايز يغلط ما اصلا انت هتغلط ايه لو الكره جات لك ما دي روح مش حلوه اصلا يعني عشان كده انا بقول صحيح الجدعنه والروح وكل واحد يغطي زميله وكل واحد يحاول يطلع زميله بشكل كويس اعتقد ان الاراده القويه دي هتفرق معانا النهارده قوي بس في نقطه كده لفتت انتباهي لحضرتك برضو تقول لنا وجهه نظرك فيها يعني اللي احنا نعرفه في عرف يعني كره القدم لما بيبقى في مدرب عايز ان هو يعني يفرض خطه معينه على اللعيبه بيعمل ده في خلال التدريب مش خلال ماتشات اللي احنا شفناه مع كيراش ان هو فرض 4-3-3 على اللعيبه من غير ما يتمكنوا منها وعلى ماتشات على طول فيمكن دي النتيجه اللي احنا شفناها والاداء اللي غير مرضي لجماهير مصر ف يعني هو حتى لو عمل كده ما برضه بقاله كتير بيعمل كده المفروض ان انا اصل اللعيب لازم برضه يتاقلم مع الطريقه هو يعني خلينا نقول بدايه ده مش صح طبعا ولكن حضرتك شايف ان خلاص طالما ده طبق اكتر من مباراه فاللعيبه كان المفروض ان هي خلاص بقى. خلاص لان انا برضه في الاخر زي ما بيقولوا مين اللي سايق هو المدرب هو اللي بيحط التشكيل هو اللي بيحط العناصر هو اللي بيحط التكتيك اللي عايز يلعب بيه ما تقدريش انت مثلا تحطي التكتيك اللي هو 4-3-3 مثلا او 3-4-3 وتلاقي اللعيبه بتلعب بقى مثلا ايه 2 ديفندرات وقدامهم واحد هو اللي يعني هو بيبقى راسم القصه دي خلاص احنا عرفنا المدرب ده بيلعب بالطريقه دي زي كوبر قبل كده كان الموضوع مختلف وكانت الناس بتنتقد كتير قوي لان كتله دفاعيه والعب لصلاح ايوه كتله دفاعيه والعب لصلاح دي صحيح اللعيبه كانت بتنفذ وممكن يكون في لعيبه منهم مش مقتنعه بالموضوع ده بس هو ده الطريقه التزم بيه لان في الاخر برضو انا كلعيب عايز ابقى موجود في الملعب انا مش هسمع تعليمات المدرب خلاص هطلع بره في الماتش طب تعتقد بقى هيكون راسم ايه على حد تعبير حضرتك هيكون هو مش بدايته هيغير. تحديدا ازاي مش هيغير خطه ولا مراكز لعيبه ولا اللعيبه نفسها يعني مش هيغير الخطه وحتى اللعيبه برضو هو متمسك بحاجه معينه يعني انا سمعت النهارده ان هو حاطط في التشكيل في نص الملعب حاطط النني والسوليه ومعاهم ايمن اشرف اللي هي جربناها في كاس العرب طب. وما نفعتش مش عشان ايمن وحش ايمن من احسن اللعيبه اللي موجوده وعنده قوه في الـ في الـ في الاداء وروح بس مش حتته طب. يعني انت فاهم ازاي وبعدين انت بتحط 3 ديفندرات يعني انت زي ما بنقول احنا باللغه الكوره شبه بعض ايوه فيبقى انت في الحته الهجوميه ما هتعتمد برضو على الطويل الكوره الطويله ما حدش هياخد الكوره اللي هي صلاح برضو اللي هي صلاح برضو بس الكره بتاعت ايام كوبر كان يعني بيلعب واحد بس اللي هو صلاح قدام وبيزود نص الملعب وبيطلع واحد مع صلاح كده على استحياء انما دلوقتي انت بتلعب بناحيه الشمال في مرموش وبتلعب بمصطفى محمد وبتلعب بصلاح فبرضه واقف معاهم على الاقل 4 في المساحات قليله فاهم ازاي فانت لازم يعني النهارده يعني انا اعتقد ان انا يعني لازم يكون زيزو له دور يعني زيزو لعب اكتر من مره في الشوط الثاني وحسينا ان هو فرق مع الفرقه لان هو عنده حته بيمسك الكوره بيرقص واحد على واحد فالماتشات دي هتلاقي الدنيا زحمه لما واحد على واحد بترقصه وبتعدي بتفتح مساحات بيضطر المنافس يسيب الراجل اللي معاه ويطلع يقابلك فرصه بقى طبعا انت فلازم يكون وبعدين زيزو عنده سرعات وزيزو بيلعب برضه بناحيه اليمين ويخش برضه ناحيه الشمال متحرك في الثلث الاخير ممكن بيجيد برضه موضوع الاوفرات اللي احنا ما استفدناش من مصطفى محمد فيها خالص في ولا مباراه صحيح يعني ما فيش وبعدين انا اعتقد انا رايي النهارده موضوع برضه الاوفرات والحاجات دي مش هتنفع لان في بيبان واقفه صحيح الناحيه الثانيه صحيح. يعني مصطفى كويس قوي بيجيد الحته دي بس الاطوال لصالحهم معاك اطوال جامده طبعا فالاجسام الجامده والاقوياء دول عايزين مهاره فرديه تعدي لان بيبقى عنده عنصر الرشاقه
يعني مش قوي، كل ما الجسم بيبقى قوي وطويل طبعا. الرشاقه فدي بتاعت محمد صلاح، فلازم يبقى طبعا. انا مش عايز اقول انا كان رايي ايه من لا احنا عايزين نعرف رايك ايه، بس اللي بتسمح لنا بعد ما نرجع من الفاصل ده. اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، والضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، وكنا وقفنا في كلامنا قبل ما نطلع الفاصل. حضرتك كنت بتقول جمله انا مش عايز اقول رايي، ده جه الوقت اللي تقول لنا رايك بقى. يعني طبعا انا عارف ان الراي ده مش يستحاله هياخد بيه هو، ولا هو اللي في دماغه بيعمله، ومش مشكله يعمل اللي في دماغه، بس ان شاء الله باذن الله يبقى فيه اداء ونتيجه. يمكن احنا برضو غلطانين، هو ادرى يعني. انما انا بقول ان 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 الماتشات اللي زي دي مع الاجسام القويه ومع السرعات القويه، اللعيبه اللي اصحاب المهارات بيبقى لهم يعني ميزه كبيره قوي. يعني مثلا واحد زي رمضان صبحي مرموش عنده سرعات وممكن يلعب في ماتشات تستاهل الحته دي او تبقى ايجابيه الحته دي. انما المباراه اللي زي دي عايزه حد يقف، رمضان بيقف على الكره في ال 18 يعني، يقدر يلم واحد ما يلعبش الكره صريحه، بيعمل اللي هو غير متوقع، ممكن ياخد ضربه جزاء، ممكن يوصل الفرقه، لعيب مهاري. كذلك قبل الفصل برضو قلت لك انا حته الكور العرضيه دي انا مش شايف انها تدي نتيجه او نتيجه للاطوال، وبيبيدوا طبعا الكرات العاليه. فليه مثلا محمد شريف ما يبقالوش دور في الحته دي، ان هو كمان هيريح صلاح؟ يعني زي ما انت كروش مثلا في البدايه، بس حضرتك بتفترض ان يعني انه هيتحب بيلعب في مركزه عشان يؤدي النتيجه ويكون فعال زي ما انا عايز اقول لك. هو جه فتره من الفترات في اول ماتش خلى محمد صلاح جوه ولعب مصطفى محمد ناحيه اليمين، يبقى هو اذا عايز يعني ايه يعمل تريكه كده ان صلاح يبقى جوه. طيب ماشي، دي ممكن تتعمل، انما ما يبقاش اللي ناحيه اليمين راس الحربه الصريح اللي هو لا يجيد حته الاطراف. فلو انت عايز تعمل كده، طب ما هو شريف عنده الحته دي، لان شريف مش راس حربه صريح، فيبقى متلائم مع الحته اللي انت عايزها. لان شريف لما بيطلع على الاطراف بيبقى خطر، بيبقى جوه البوكس بيبقى خطر وهداف، فممكن الحته دي تعمل برضو خلخله في الدفاعات، ان مفيش مراكز محدده، مبقاش راس حربه ممسوك من واحد زي ما قلت باب كبير ماسكه مخلص عليه. وصلاح طبعا هيبقى معاه الباك الشمال، وفي واحد طبعا دايما في جميع المباريات دايما صلاح بيبقى ناحيته اتنين عشان موضوع السرعات. اما تعمل الكلام ده مع وجود برضو رمضان برضو من النوع اللي بيخش لجوه وبيتصرف، بيعمل مثلا الدبل باس، يعني يبقى في تحرك، ما يبقاش اللعب. يعني الفرقه دي مش عايزه لعب صريح. صحيح، الفرقه بتاعت كوت ديفوار مش عايزه اللعب الصريح. كذلك في نص الملعب زي ما اقول لك، لما يكون متواجد واحد زي زيزو بيتحرك ناحيه اليمين، ممكن يروح ناحيه الشمال، ممكن يكمل عنده الشوط، بيشوط التصويبات، يعني الحاجات دي بتفرق. احنا شفنا يا جماعه امبارح اعجاز بتاع اشرف حكيمي في المغرب، مش ممكن على ظبطه رجله، ربنا يحميه يعني. الكور وبعدين فيها تنويع على القريبه وعلى البعيده وشوط وكره متحركه والحاجات الثابته، وقبل كده جايب جون برضو فاول من بره. الحاجات دي بتخلص ماتشات يعني. المغرب الشوط الاولاني امبارح مثلا مهاجمه وضغطه وكده، بس مفيش توفيق في الاهداف، الهدف جه من كوره، من كوره ثابته. فالحاجات دي ممكن برضو تخلص ماتشات. زيزو بيجيد الحته برضو الفاولات اللي من بره. فانت لازم المباراه دي تفكر انك تستغل كل ميزه عندك وعند لعيبتك. طب انا ممكن اروح مع حضرتك كابتن حشيش للسيناريوهات بقى، يعني كان شايف سيناريوهات هنفترض حاجات هتحصل يعني، او لو حصلت. طب احنا لا قدر الله خسرنا النهارده من كوت ديفوار، ماذا بعد؟ انا بتكلم كمنتخب وككيروش. هقول لك، هو بالنسبة له يزعل شوية وكده، انما هو حاطط في دماغه ان هو جاي لمهمة محددة، اللي هو معتقد. انا بقول لك اللي هو معتقد، قبل ما تقولي اللي هو معتقد. عايز اقول لسه لئيمة في سؤالي، لسه الكلام. اللي هو معتقد ان هي دي الحاجة الأساسية والأهم من كأس الأمم. ما اعرفش ان كأس الأمم عندنا احنا كمصريين يفرق معانا، لأن احنا أكتر بلد حصل على البطوله طبعا. دي لنا باع كبير فيها، ما ينفعش منتخب مصر يبقى موجود
وما يوصلش للنهائي وما ياخدش البطولة زي 6 و8 و10 وقبل نقطة كده. ولكن النقطة الأخرى إن حضرتك بتتكلم إن أنا لو عندي هدف كبير ومش عارف حقق أهداف من وجهة نظره أصغر، طب أنا هوصل لهدف كبير إزاي؟ ده أنا المفروض أكون بوصل وبأدي أحسن شيء علشان الهدف الكبير أعرف إن أنا إيه أوصل له بسهولة أو أعديه بسهولة. يعني أنا في الصغير مش عارف أعدي إزاي كبير هوصل له باللوجيك، يعني بالمنطق. هو متخيل إن هو جه في وقت متأخر قبل، يعني ما خدش فرصته زي المدربين التانيين سنين مع الفرق، مثلا على الاقل سنتين ثلاثه. فهو بيقول لك انا دي اول حاجه ابتدى بيها كاس العرب ده، بس كده يعني احنا رايحين نبص على الدنيا ايه اخبارها. طيب كاس الامم الافريقيه ممكن نبقى يعني مركز مش عارف لا ايه. مش ممكن لا مش ممكن، مش ده اللي هو جه عشانه اصلا من البدايه. مش ممكن ومش ممكن يقبل المنتخب، عفوا الجماهير المصريه، الكلام ده خالص. ده بالنسبه لنا احنا، هو المنتاليتي انا بقول لك عشان كاس العالم اساسا. انا بقول لك ان هو يعني كلامه واسلوبه كده. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو احنا بنتكلم؟ مش هيحصل حاجه. لو لا قدر الله خرجنا، الناس هتفضل تبرطب تقطع شويه وتحفل شويه وبتاع، وبعدين اراء كتيره جدا هتطلع. ما ينفعش التغيير دلوقتي يا جماعه، احنا داخلين على الماتشين السيناريوهات المحفوظه السنغال وكذا، ما نقدرش. هنجيب مين ومش هيبقى فاهم الفرقه وهنجيب محلي يبقى عارف الفرقه ولا هيبقى تو ليت. الراجل الاجنبي المغلقه الدايره هي واخد بالك ازاي. وهو طبعا هو الراجل مش متخيل ان هو مثلا يعني يطلع النهارده انه مثلا حد يقول له امشي. هو مش متخيل دي طبعا. أيوة. لان هو بيقول لك دي محطه من المحطات، والله عملنا فيها اقصى حاجه يبقى ماشي. ده فكره، انما فكرنا احنا لا، احنا عايزين زي النادي الاهلي كده. ولا اعتمادا على الشرط الجزائي هيكون واثق ان مفيش حد هيمشي طبعا، لانه كمان خلي بالك يا كريم بيقول لك ايه، انا دي اخر محطه ليا في التدريب. طبعا. فدي برضه طب اختمها بقى بطريقه النقطه دي. يقول لك انا يعني مش هيعمل حركه مثلا نقص ولا حاجه فيقوم ما يجيلوش عقود تانية في حته، والراجل هيكتفي بموضوع يعني المنتخب مصر. بس زي ما هوند بتقول برضه، ما هو يعني اختمها بقى بشكل كويس. لان دايما النهايات هي اللي دايما الناس بتبقى فاكراها. صحيح. احنا كل ده بنقول يعني لا قدر الله لو حصل. بس لو حصل بقى ان شاء الله يعني خير. وفوزنا في لقاء النهارده، هل ده مؤشر ان بالضروره نوصل للنهائي؟ لا مش بالضروره، لسبب. يعني في ناس بيقول لك النهارده لو ربنا سهل وكسبنا خلاص احنا هناخد البطوله. لا، ما انت هتلاعب مين بعد كده؟ يعني هتلاعب المغرب. بالمغرب المباراه اللي جايه. المغرب امبارح قدمت ماتش رائع، ماتش غير عادي يا جماعه. كوره جميله ولعيبه وضغط هجومي وتماسك وترابط بين الخطوط ولعيبه على مستوى عالي جدا. منتخب قوي الحقيقه. يعني 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 وبعدين اكتر من واحد اصحاب مهاره، ما تقولش ده ولا ده ولا ده، لعب جماعي قريبين من بعض. يعني بص نموذج امبارح، وبعدين ان هو يكون مغلوب واحد بجون كده من بعيد بالصدفه، بس انت مغلوب واحد في ماتش نوك اوت بتبقى بتهز اي فرقه. طبعا. لا ده مكمل ومهاجم ومضيع لغايه ما كسب، وكسب كويس باداء كويس، يعني مكسب واداء. فانت رايح لو ربنا سهل النهارده، انت رايح على المغرب، مباراه جامده جدا. بس ما هو برضو لا قدر الله ما بتخرج من دور بدري غير ما متاخر. احنا اخر بطوله لما لعبنا نهائي مع الكاميرون اسمك برضو الناس يعني ايه ما زعلتش الزعل القوي قوي، لانك انت وصلت نهائي وبتلعب مع فرقه قويه. طبعا. الدنيا اتقلبت في 2019 عشان خرجنا من بدري. يعني انت فاهم ازاي. فبرضو كل حاجه وليها ليميت وابعاد. احنا مش هنفكر في اللي بعد كده، احنا بنفكر في ماتش النهارده. زي اللي بيقول لك الناس طالعه تتكلم على ماتش السنغال. طب احنا فين والسنغال فيها يا جماعه؟ تشوف يحلها المواويل اللي احنا فيها دي الاول، وبعدين نبقى نبص على السنغال. خلينا نقول ان شاء الله خير، ونتمنى يعني تكون معانا المره اللي جايه، ويكون فعلا احنا فوزنا قدرنا كمان يا رب نبقى فيه نحط امل كده ليه اللي جاي. لا وبرغم برغم الكلام اللي احنا بنقوله ده انا ان شاء الله متفائل، والله متفائل جدا، وحاسس ان احنا النهارده هنكسب يعني. يا رب ان شاء الله. نورتنا يا كابتن بجد، شكرا لوجودك معانا. شكرا لك. نورتنا يا كابتن حشيش. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر. ده الحلقه خلصت. الحلقه خلصت. حقيقي
طيب عايزه بس اقول لحضراتكم يعني لا هي الحلقه خلصت بالنسبه لي انا، الحلقه بالنسبه لك انت ما خلصتش. احنا معانا في فقره الدايه اللي نوهنا عنها في البدايه مع حضراتكم، هنتكلم او كريم هيتكلم فيها مع دكتور دينا ابو السعود عن دور الفيتامينات في تعزيز صحه المراه. ومره ثانيه اعتقد ملف في غايه الاهميه وبيفيد العديد، مش بس كمان المراه، هتلاقي الفيتامينز والحاجات دي مفيده ايضا يعني الرجال. فاصل وكريم هيرجع مع حضراتكم. يا اهلا بيكم مره ثانيه، عوده العشرة الصبح في الاهلي. والحقيقه احنا دايما بنتكلم عن المراه وعن اهميه دور المراه في بناء الاسره وبالتالي في بناء المجتمع. اعتقد بقى من باب اولى ان احنا نتكلم كمان عن صحه المراه، ازاي المراه تقدر تحافظ على صحتها من اي ضعف او من اي امراض او من اي نقص لاي فيتامينز مهمه. خلونا نتكلم في تفاصيل اكتر في الموضوع ده مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده الدكتوره دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز اللي بنسعد دايما بوجودها معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح الخير. اخبارك ايه النهارده؟ الحمد لله كله حلو، كله حلو الحمد لله. يا رب دايما احسن صحه واحسن حال. تسلم. احسن صحه للمراه. خلي ده يكون مدخلنا. صح. المراه طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن اهميه دورها في حياتنا وبالتالي اهميه ان هي تعرف تحافظ ازاي على جسمها من اوجه الضعف المختلفه، قصور في فيتامينز معينه. فاحنا متعشمين فيكي بقى خير النهارده. هو فعلا المراه ليها دور كبير في المجتمع وهي اللي بتربي الاجيال، يعني هي اللي بتطلع دكاتره مهندسين اعلاميين. فمهم جدا جدا تحافظ على صحتها لان احنا محتاجين صحتها. طبعًا صحتها دي. طبعا طبعا. طيب اتعمل دراسات يا كريم عن اسباب وفاه او اسباب الوفيات للمراه. اول حاجه المراه بتموت من امراض القلب، دي اول حاجه، امراض القلب وما يليها بقى من ضغط والكلام ده كله. تاني حاجه السرطانات بانواعها، سرطان الثدي، سرطان الرحم، سرطان اي نوع سرطان. ثالث حاجه في الدراسات قالوا ان المراه بتموت من اسباب رئويه او امراض رئويه. رابع حاجه من الزهايمر، دي اسباب وفيات اي ست. اوكي. اشهر الامراض اول حاجه مرض الغده الدرقيه، اكثر من 70% او 60% من الستات بتعاني من قصور في الغده الدرقيه. دي اول حاجه. وده ممكن يؤدي للوفاه يا دكتوره دينا؟ لا دي اشهر الامراض. امراض عموما. دي اشهر الامراض، اسباب الوفيات زي ما احنا قلنا السرطانات، الزهايمر، والامراض القلب والضغط. أوكي. اشهر الامراض امراض الغده الدرقيه، مش بتموت، هي دي اشهر الامراض للستات. تاني حاجه الصداع النصفي والصداع عامه. تالت حاجه القولون والمشاكل الهضميه وما يتتبعها. رابع حاجه الالتهابات النسائيه، برضو امراض شائعه جدا. خامس حاجه مشاكل الظهر والعميط الفقري وهشاشه العظم، دي اشهر الامراض مش اللي بتسبب الوفاه. طيب ازاي الست تقدر تعيش حياه صحيه؟ ازاي الست تقدر تعيش حياه جيده وتقلل من الامراض ونخليها تبعد شويه عن الامراض؟ لازم تركز في ثلاث حاجات. اوكي. اول حاجه واهم حاجه يمكن انت هتستغرب، الاسترس. الاسترس ده اهم حاجه لان احنا كستات عاطفيين، اي حاجه صغيره تاثر فينا. ده دورنا كازواج. ما هي دي المشكله. يعني انا بقول ايه، اي راجل يخلي باله على الست اللي معاه. الست المود بتاعها بيحصل لها مود سوينجز، يعني بيحصل لها تغيرات هرمونيه في كذا فتره في حياتها. في الحمل بيحصل لها تغيرات هرمونيه. ما بعد الحمل. ما بعد الحمل. صحيح. واللي بيقول عليه سن الياس هو مش ملوش اسم ده خالص، هنبقى نتكلم على في حلقه ثانيه عن قصه سن الياس، الكلمه دي مرفوضه تماما. هي بيحصل لها تغيرات هرمونيه معينه، هنبقى نتكلم عليها في حلقه ثانيه عشان دي مش حلقتنا. فكل وقت هي بيحصل لها تغيرات هرمونيه، وكمان هي عاطفيه وحساسه اكتر من الراجل. هنتكلم على الاسترس، هنتكلم على الهرمونات، هنتكلم عن الفيتامينات والمعادن. التلاته دول اتظبطوا مع اي ست هتعرف تعيش حياه كويسه. حلو. ليه هبدا في الاسترس؟ لان الاسترس هو اللي بيلخبط لي كل هرموناتي، هرمونات جسمي كلها بتتلخبط. اوكي. يعني ايه استرس؟ الاسترس هو استجابه الجسم لمؤثر ضغط من بره. اوكي. اول ما يحصل استرس الجسم او المخ بيدي اشاره للغده الكظريه انها تفرز كورتيزون على طول. دي المصيبه السوداء. ان الكورتيزون يعلى، المفروض ان الكورتيزون ربنا خلقه بالملي، عالي زياده نقص زياده هيبوظ لي جسمي كله. طب اول ما الكورتيزون بيعلى مع اي ست
بيحصل ايه؟ اولا ضربات قلب عاليه جدا. طب. ثانيا الضغط المرتفع، لان طبيعي ان ضغطي يرتفع عشان اوصل اكسجين في كل حته في جسمي. لان الاسترس انت خلاص حطيت جسمك، انت حطيتي جسمك في حاله ستريس وحاله اليرت، اكن مثلا اسد جاي يجري وراكي، اكن حد جاي بسكينه مثلا يموتك. اللي هو للدرجه دي يعني؟ هو الاسترس الاميجدالا اللي في المخ بتشوف صور ملوش علاقه. الاسترس ده مثلا انت متخانقه مع صاحبتك، هو الاسترس بيطلع كورتيزون سواء حاجه كبيره او حاجه قليله. اول ما الكورتيزون يعلى زي ما انا قلت والادرينالين هيعلى، هيحصل ضغط، هيحصل ضربات قلب، نهجان طول الوقت وانت ما بتجريش. ده اللي بيحصل. كمان بتلاقي ان الست بتلاقيها عايزه تاخد سكر كتير، لان هي عايزه سكر للدم يديها طاقه. بيعمل كمان الكورتيزون مشاكل انها بيحبس الصوديوم. الصوديوم مهم جدا للمخ، فوانس ان الصوديوم اتحبس اللي هو الملح، بيحصل ان جسمي بيعبي ميه. بيحصل كمان في الضغط العصبي ان الكورتيزون بيبتدي يسحب الدم من الهضم مش وقت اكل. وانس ان الدم اتسحب من الجهاز الهضمي والمعده، زي ما انا قلت قبل كده معاك يا كريم، الدنيا كلها بتتلخبط، حمض المعده بيتلخبط، بنوصل لارتشاح امعاء، بنوصل لتسريب في الامعاء، بيحصل قولون وبيحصل امساك. دي اول حاجه بتتضرب اللي هو الجهاز الهضمي. ايه تاني بيتضرب عندي؟ السكر بيعلى، الانسولين يعلى. ما دام السكر عالي لازم الانسولين يعلى، فبيحصل مقاومه للانسولين وبيحصل سكر. عشان كده يقول لك ايه، اصل انا جالي سكر عصبي. مش حاجه تفرق يعني، اللي هو ايه، اصل انا جالي سكر عصبي، دي حاجه خطر. ده مؤشر ان الاسترس بوظ لك مقاومه الانسولين وبتجهدي البنكرياس جدا. بيحصل كمان عشان عايزه طاقه زياده ببتدي اسحب الهرمونات من سوري مش البروتينز من الخلايا. وانس البروتين اتسحب هيحصل لي وهن عضلي، يعني ده خرب من كله. شعري هيبتدي يقع، لان شعري ده عباره عن بروتين. شعري هيبتدي يقع. كل ده من الاسترس. مش بس كده، انت عندي كمان غير الجهاز الهضمي، عندي انه بيضرب عندي الجهاز التناسلي للست. يعني ايه بيضرب الجهاز التناسلي؟ وانس ان الكورتيزون عالي خلاص انت كده او هي كده بوظت الاستروجين والبروجسترون، هرمونات الانوثه عندها. أوكي. هيحصل ايه؟ تاخر في البيريود، في الدوره بتاعتها. طب. هيحصل مشاكل مع الدوره، وجع شديد، هيحصل بوليسيستيك اوفري او تكيسات المبايض. يعني هيحصل تاخر في الحمل. كل ده من الكورتيزون. خلصنا الجهاز التناسلي، بيخش على الغدد الصماء، كل ده كورتيزون. عشان كده بقول كل ده من الاسترس بس. كل ده من الاسترس بس. يا نهار ابيض. بس يمكن كان في دكتور بيقول ان سبب اي مرض عضوي مرض نفسي. الاسترس يمكن حتى بتشوف ان كان في عالم بيقول لك مش السكر اللي بيموت، مش الضغط اللي بيموت، مش السرطان اللي بيموت، اللي بيموت الاسترس، لان هو اللي بيجيب كل الحاجات دي. طبعا. عندي كمان ان الكورتيزون بيعمل بلاوي. انت عندك ان هو بيخش على الغدد الصماء، بيضرب في الثايرويد جلاند، بيأثر على هرمونات الغدة الدرقية، فالايد عندي بيبوظ، بتخن، بيجي لي اكتئاب. كل ده من الاسترس. ده ليكي حق تبتدي بالاسترس فعلا. فده مهم جدا. لا مهم يعني. جدا ان انا قبل ما هتكلم على الفيتامينات والمعادن هظبط الاسترس بتاعي. ان انا لو جالي استرس احاول ان انا اظبط المونيتور للعاطفة بتاعتي، والعب رياضة كويس جدا جدا، لان الرياضه هو العدو الاول للكورتيزون. اوكي. وامتنع عن السكريات، اقلل السكريات بقى باي انواعها. اللي بنشربه يعني، انت بتلاقي مثلا واحده بتشرب كافي الصبح، الظهر، شاي بالليل، بتلاقيها بتاخد 10 معالق السكر. ده مشروبات غازيه في النص. لا بلاش المشروبات الغازيه دي خالص. ما انا بتكلم من ده بجمله بقى، بجمله والحلويات يعني. مثلا تبقى في عزومه بتبقى هاري نفسك اكل طبعاً. ومسبك كل الحاجات دي اوكسيديشن للجسم وخلايا حره بتعمل اكسده وبتعمل بلاوي. لسه هنخش في الحلو. يمكن كمان عملوا دراسه على، يعني هطلع من بره القصه دي، عملوا دراسه على اليابانيين يا كريم. لقوا مين اكتر شعب، اذكى شعب في العالم؟ اليابان. مين اكتر شعب ما بيجلوش سرطانات؟ اليابانيين. مين اكتر شعب محافظ على جسمه؟ عمرك تشوف ياباني تخين. صحيح. اليابانيين. صحيح. المطاعم هناك في اليابان ما عندهمش حلو. الحلو عندهم فاكهه. اوكي. فالغذاء السليم، العقل السليم في الغذاء السليم. جسمك سليم تاكل صح. يبقى احنا كده اول حاجه لازم نظبطها الاسترس، عشان
ما يحصلناش مشاكل في الجهاز التناسلي، ما يحصلناش مشاكل في الاندوكراين سيستم، البرودكتيف سيستم. بعد كده بقى نبتدي نتكلم عن الامعاء، سوري على الفيتامينز. ليه بقول امعاء؟ لان اهم حاجه عندي المعده. المعده شغاله، الامعاء شغاله، الميكروبيوم اللي هو البكتيريا النورمال فلور، البكتيريا الصحيحه موجوده، يبقى كده لما ابتدي اخد سبلمنت هتمتص. عشان كده بيسموا المعده بيت الداء. طبعا المعده اساس كل حاجه. أوكي. حمض المعده باظ يبقى البكتيريا هتنزل الامعاء. طب. هيحصل لي ارتشاح امعاء. البكتيريا باظت اللي هي البكتيريا النافعه مش هيحصل لي هضم. طبعا فانت بتسرب اكل، لان جدار المعده كده والدم كده مفيش بينهم غير غشاء المعده بس. فالبكتيريا لازم تكمل هضم وتدخل الحاجات الصغيره في الدم عشان ما يحصليش حساسيه. ما يجيش المناعه بتاعتي تهجم الاكل. انت بتلاقي ناس عندها حساسيه من المكسرات، مش المفروض ده يحصل. صحيح. جهاز الهضمي جهاز مقفول من اول هنا للمريء للمعده للامعاء للمستقيم للخروج. كل حاجه في المعده لازم تبقى صح. عشان كده بقول لاي ست بتتفرج عليا بلاش تاخدي ادويه حموضه خالص وانت مش عارفه انت عندك حمض المعده زياده ولا نقص. ولو اضطرت لها لازم تلجا الاول لطبيب، لازم دكتور، لازم دكتور. ما تاخديش حاجه من كل نفسك. ده بالنسبه للستريس وعواقبه. ظبطتي بقى، ظبطنا الهرمونات، نخش على الفيتامينز. مهم جدا ان كل ست في جميع الاعمار محتاجه فيتامينات ومعادن تخش جسمها يوميا. من اهم الفيتامينز اللي اي ست محتاجاها اول حاجه فيتامين دي. فيتامين دي من اهم الفيتامينز اللي تقينا من الامراض وتقينا من السرطانات وحاجات كتيره جدا. تاني حاجه عايزاها فيتامين سي. فيتامين سي طبعا موجود بوفره في المنتج اللي كاي اتكلم عنه اللي هو الب مالتي فيت، برشحه لكل ست بتتفرج علينا لانه مليان فيتامينات ومعادن هتحتاجها يوميا. الاكل مش كفايه خالص. فيتامين سي مهم للمناعه بتاعتها، مهم لبشرتها، مهم لجلدها. طبعا بنصح ان مفيش ستات تسيب نفسها للتخن، لازم تفضل رفيعه، ده مهم قوي. فيتامين سي بيعزز لي الكولاجين فبتبقى وشها كويس وكل حاجه. طيب في ايه كمان؟ فيتامين اي مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه. فيتامين اي موجود داخل الب مالتي فيت، احنا شايفينه. مهم جدا لتنشيط الدوره الدمويه، فهيحسن لها الدوره الدمويه وهيحسن لها التبويض بشكل ما. عندي كمان داخل الب مالتي فيت فيتامين بي كومبلكس. كل عائلة فيتامين بي موجودة داخل الب مالتي فيت. زي أهم حاجة في الفيتامينز فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 هو اللي بيصنع لي كرات الدم الحمراء، يبقى أنا كده همنع الأنيميا، لأن احنا كستات بيجي لنا أنيميا أكتر من الرجالة، بيجي لنا فقر دم أكتر من الرجالة، فلازم نعزز الحديد. طبعا الحديد مش هيبقى موجود في الالب مالتي فيت، لأن الحديد ما ينفعش أخده ديلي يوز، لازم الاول اتاكد من مخزون الحديد عندي والهيموجلوبين من خلال تحليل. ما لازم يتعمل تحليل مخزون الحديد؟ انا لسه عاملاه امبارح على فكره. طمنين عليك. ايوه طلع ايه؟ لسه النهارده بالليل هعرف. مهم جدا عشان صحه المراه تاخد بالها من فقر الدم الانيميا، فلازم تعمل مخزون حديد على الاقل 6 شهور، كل 6 شهور مره. على الاقل. فيتامين سي موجود داخل الب مالتي فيت، مهم ليها. فيتامين اي مهم، فيتامين بي كومبلكس زي ما قلت، فيتامين بي 12 مهم ليها جدا. الفوليك اسيد، يمكن الست البنت اللي بتفكر تحمل لازم تبتدي تاخد فوليك اسيد. هيقولي طب بيزود من الخصوبه يعني ولا لا؟ الفوليك اسيد هو اللي بيبني الخلايا العصبيه للجنين. من غير فوليك اسيد هيحصل تشوهات في الاجنه. فلازم الدكتور اللي هي ماشيه معاه بيديها فوليك اسيد. هتقولي طيب هل الب مالتي فيت كفايه ليا انا كحامل؟ فهقول لها اي ست حامل انت بتراجعي الطبيب بتاعك، لانك انت ممكن تكوني محتاجه نسبة أعلى في الفوليك أسيد. عندك كمان البيوتين برضو من أحد أنواع فيتامين بي كومبلكس، موجود بوفرة داخل الب مالتي فيت. مهم جدا للستات البيوتين عشان صحة شعرها. يمكن ستات كتير تلاقي شعرها بيقع، تلاقي شعرها مقصف، محتاجة يبقى عندها نقص في البيوتين. هي اوريدي هتبقى محتاجة بيوتين هتاخده من الب مالتي فيت، وملوش سمية في الجسم، لان كل الفيتامينز اللي بتكلم عنها ووتر سوليبل، الاكسس بينزل في البول. أوكي. ما بيتخزنش في الخلايا. أوكي. فانا عندي البيوتين، عندي الزنك مهم جدا لشعرها وللمناعه. عندي النحاس. يقول لي هو النحاس مهم؟ النحاس معده، مهم جدا انه يشتغل. النحاس بيشتغل مع الزنك، الاثنين موجودين داخل الب مالتي فيت. مهم جدا للمناعه
ومهم للون الشعر. بتلاقي ساعات البنات كتير شعرها بيشيب بدري، بتلاقي شعر ابيض في سن العشرينات، فمهم تمشي على الاب مالتي فيت لانه بيقدر يمنع شيب الشعر المبكر. عندي داخل مالتي فيت الب مالتي فيت الكالسيوم. يقولوا لي الكالسيوم مهم، الكالسيوم مهم جدا عشان ابني عظمي صح واحمي من هشاشه العظم طبعا. لكن الكالسيوم مش هشتغل من غير فيتامين دي. عشان تاخدي الب مالتي فيتامين مالتي فيتامين الالب، تتاكدي الاول من مستوى فيتامين دي، عشان فيتامين دي هو اللي بيخلي، هو بيكون مكتوب اظن النسبه قد ايه في كل حاجه مش كده برضو؟ موجود النسب كلها موجوده داخل الب مالتي فيت. وطبعا مالتي فيت واخد هيئه السلام الغذائيه، فامن جدا، امن جدا للحوامل، ولكن بنصح الحوامل يمكن تحتاج يود كمان. اليود مش انا بحب اليود اخده كسبلمنت كاكل. الاكل مهم قوي الست تاخد بالها من اليود، يعني تصحى من النوم كده النهارده هجيب اليود منين؟ اليود مهم جدا عشان الغدد. هو موجود في اي اكلات؟ السي ويد الاعشاب البحريه مليانه يود. أوكي. مليانه يود. الاكل البحري مليان يود. مهم الاوميجا الدهون الصحيه. يعني انا مش مع اللو فات دايت اطلاقا، بالعكس الجسم عايز دهون بس تبقى دهون صحيه. انا مع الزيوت اللي بتتاكسد، لكن الدهون انا مش مع، ما فيش حاجه محدش يقول لي لو فات. بتتكلمي عليها دينا ده يعني يدي الواحد انطباع ان احنا مش مجرد بنتكلم على مالتي فيتامين قد ما بنتكلم على مالتي فيتامين ومكمل غذائي كمان. طبعا مالتي فيتامين يعني ده تصنيفه مكمل غذائي، مكمل غذائي ده بيكمل الاكل. أوكي. ويمكن في عالم لونيس باولينج، ده عالم دكتور كبير في الكيمياء، هو مات دلوقتي الكلام ده زمان، واخد جايزتين نوبل في علم الكيمياء، قال كلمه جامده جدا، وحتى اي حد بيتفرج عليا يكتب لونيس باولينج ويعمل سيرش على جوجل. فبيقول لاي حد عايش لو توصلت للمعدن او الفيتامين اللي ناقص عندك هتقي نفسك من جميع الامراض. مهم كل يوم ان احنا ناخد فيتامينات ومعادن عشان نقي نفسنا من حاجات كتير احنا فعلا في غنى عنها، بس بنسب نكون رجعنا فيها للطبيب مش كده برضو؟ لا يعني مثلا في ناس بتفرط يا دكتور. لا 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 موضوع انت عارفه بلبعه المالتي فيتامينز، في ناس بتتعامل معاها ان هي امنه كده كده. لا لا دي خطر جدا. عندك فيتامينات اللي هي قابله للدهن او قابله للذوبان في الدهن، دي خطر جدا لو زادت بتعمل سميه، زي فيتامين كي زي فيتامين دي، دول خطر جدا ان انا اخده عمال على بطال. فيتامين سي احنا حاطينه داخل الب مالتي فيت 500 ملي جرام، احنا المفروض ناخد 1 جرام. فعلى اساس ان احنا اعتمدنا على الاكل الصحي كمان. فيتامين سي نقدر ناخده من البرتقال، من الطماطم، الكيوي مليان فيتامين سي، سوري برتقال، طماطم، جريب فروت، ليمون، والكيوي مليان فيتامين سي، لكن مش هتلاقي انك انت بتاخد بالقدر الكافي. فكملنا بالاكل، كملنا بالالب مالتي فيت، ان اوريدي تقدر تكمل الجسم محتاجه من فيتامين سي بال 500 ملي جرام. أوكي. مثلا عندك فيتامين بي كومبلكس ملوش سميه في الجسم، بينزل انت الفيتامينات يا اما بتتكسر وتتخزن عن في الخلايا، يا اما الزياده منها بينزل في البول. فيتامين سي فيتامين بي كومبلكس ملهمش سميه. الزنك مهم جدا للستات، الكالسيوم زي ما انا قلت، البيوتين، كل الحاجات دي. انت تقريبا ما قلتيش حاجه مش مهمه للستات. هي الحاجه اللي الشعر والبشره، واعتقد دي هتكون من اكتر عناصر الجذب اللي تخلي السيدات يعني الحلقه الجايه معاك يا كريم هتكلم على صحه الشعر، لان كتير جدا عندي على السوشيال ميديا من الستات، كلمينا على الشعر يا دكتوره دينا، كلمينا على الشعر، بتهتمي مثلا بشعرك ازاي؟ لان بيفتكرين انا لما ركبها مثلا اكستنشن. فهتكلم الحلقه الجايه عن صحه الشعر وازاي احنا بنعامل الشعر بتاعنا بطريقه غير ادميه، مع ان كلها خلايا صحيه، والاكل اللي هينفع والسبلمنت كمان اللي هينفع. طب انت هتفضلي مركزه كده مع السيدات وهملان احنا خالص، ملناش حلقه معاكي. حلقه كمان يعني هتكلم عن صحه الرجل. لا برضو عايزين نحافظ على بشرتنا وعلى شعرنا. لا خلي بالك ولا احنا ملناش نفس ولا ايه الحكايه؟ الب مالتي فيت مهم جدا للرجاله فعلا. ولو ما فيش وقت النهارده هتكلم قد ايه مهم لكل رجل يمشي على الالب مالتي فيت، هيلاقي مناعته عاليه كويسه جدا، هيلاقي ان هو ما بيجلوش امراض كتير. يعني انت عندك مشكله ان اللي بيجي بيخش مثلا دور برد بعديها بشهرين داخل دور برد، هو ده مش صح. المفروض ان البرد يجي مرتين في السنه، انك انت تدخل من برد انت كده عندك مشكله في المناعه. فمهم انك انت تمشي، اهو بقول حاجه للراجل اهو، كتر خيرك تمشي على مالتي فيت ميرسي ان انتوا افتكرتونا عشان تظبط مناعتك.
وتظبط صحتك، لان الرجل محتاج جدا زنك لحاجات كتيره جدا في حياته، محتاج لفيتامين سي، محتاج لفيتامين اي لانه بيساعد على عدم تصلب الشرايين. فطبعا الرجال كتير جدا لازم تستخدم. هو احنا كنا كده كده ابتدينا يعني الفقره دي وقلنا انها موجهه النهارده بشكل بشكل خاص للسيدات، بس ان شاء الله احنا دورنا جاي يا حضرات، ما تقلقوش. انا بشكرك الدكتوره دينا مسعود، نورتينا وافدتينا كالعاده بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه ان شاء الله. ميرسي ليك يا كريم. احنا اللي بنشكرك، وبنشكر طبعا كل حضراتكم على متابعتكم لحلقتنا. ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.